مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. الآن مع الجولة الثانية والسؤال الثاني، ونرجو جميعا أن تكونوا مستمتعين. خلوا نروح الأخ ماهر الحيالي وعلي من النهيري حتى نسألهم السؤال الثاني. مرحبا أخ ماهر. أهلا وسهلا. أخ ماهر قدمي نفسك وعملك وهواياتك. ماهر عبد الجبار، خريج معهد تكنولوجيا وحاليا نعمل كوافير رجالي. كوافير رجالي. يا سلام، مبين خيي نصبتك كوافير. حلاقة. ما تعرف تقرا شعر تغني؟ والله بالشعر يعني مو كلش. بالغنى هم صوتي مو قوي. لا والله، والله صوتك مو قوي. لو ما حلو؟ لا يعني مو قوي. مو قوي ايه. بس حلو. حلو. يلا يا هلا بيك. هلا ومرحبا. وعلي اسمي علي صاحب. سلمان طالب كلية اقتصاد المستنسية. هواتي كرة القدم. كرة القدم، ما شاء الله ما شاء الله. إذا خلوا نروح على السؤال الثاني. السؤال الثاني، إيد ورا الظهر، إيد على الطاولة. خلي شكل. يا الله شو جمع ليش؟ جيب إيدك. وأنت خلي إيدك هنا. شوف بس أسأل السؤال، مجرد أن أسأله وتعرف رأسنك بس. اللي يسبق نروح وياه أن نسأله. أوكي يلا تهيئوا واسمعوا السؤال. السؤال يقول: اذكر 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 اسم مهنة أو وظيفة تبتدئ بحرف الميم. يلا جاوب. موظف. ها؟ موظف. 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 خطأ، لأنه الموظف موظف. احنا نقول اذكر اسم مهنة أو وظيفة تبدأ بحرف الميم. اوكي، فالموظف هو يعني شيء عام لمن يمتهنون العمل في دوائر الدولة. وماهر مهندس. مهندس وظيفة أو مهنة؟ مهندس. مهندس. نعم مهندس مهنة أو وظيفة، وهي أعلى احتمال. برافو عليك. تفضل أخ علي. تفضل أخ ماهر. خلنا نجي وياكم الآن. السؤال أعيده لمن لم يسمعه جيدا: اذكر اسم مهنة أو وظيفة تبتدئ بحرف الميم. وهبة. معلم. معلم. خلي نشوف المعلم. برافو. وعمر. محامي. محامي. جميل. وردة. حلو حلو. اذكر اسم مهنة أو وظيفة يبدأ بحرف الميم. طاهر. مقاول. الله الله، المقاول. مقاول. خطأ أول. و